اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي. طول ما الاهلي حتى وهو بيكسب بيقيم نفسه كويس وبيشوف اخطائه كويس وبيصحح مسيرته باستمرار. عشان كده كان في كلام كتير بعضمة لسانه، ملاحظات رغم المكسب. الحقيقة الملاحظات بعد فوز الاهلي على اسوان 1-0 كانت ابرز الملاحظات من مارسيل كولر المدير الفني، اللي الراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي بكل وضوح عن اخطاء الفريق وادائه يا باشمهندس. شوف يا استاذ ابراهيم، ونحن نتحدث عن الاخطاء النادي الاهلي نتحدث عن كان من الامكان افضل مما كان، كان من الامكان افضل مما كان، ولكن هل كان الاداء في جدارة الفوز؟ ايوه الاداء كان في جدارة الفوز، بس عشان ايه الناس بتاخد من كلام احيانا امانة التقييم، انك انت مدربك يقول او اعلامك يقول ان الاهلي، لان غيرنا بيستمتع بفوز يعني خاطف ربما مش باداء كويس وبيتقال على مدربه عبقري وهكذا. لا، في شيء مختلف بيتحقق على ارض الواقع في النادي الاهلي، لكن نقدر نقول ان الاداء الماتش ده اقل من الماتش السابق. ايوه، لان اتسم بالفرديه ورعونه، وهو ده السبب الاساسي، رعونه الايه الميس باس او الكرات المقطوعه بلا مبرر، واللي هي في الرياضه في التنس يقول لك ان سيسر ميستيك، خطا لا مبرر له. انك انت بتستسهل تعملها كده وانت فيها نسبه مخاطره انها تتقطع 50-50. لا، لو 50-50 دي بقت ضدك هيبقى شكلك مش كويس. طب ما تلعب بالشكل اللي يخليها 70-30 ايوه مثلا. وهو يمكن الراجل يعني لما قال، بس انا ايه عشان ما اقولش كلام يبقى دي ضربه الجزاء اللي تحققت، ودي بتوري لك اصرار شادي على التعامل مع الكره. في قوه ومهاره، يعني راح للكره بمنتهى القوه وما خافش اللي جاب البنالتي لمسته بدماغه، اول ما لمس الكره خلاص، بص اهي، ايوه هو خد لمسه الكره بدماغه خلاص، لبست الحارس الخطا انه لازم هيصطدم بيه. ماشي، لا يعني هيضطر يوقفه كده. طيب، طبعا مؤكد انت هتجيب لنا كلام كولر ولا مش هتجيبه؟ نشوف بقى مارسيل كولر بعد المباراه دي. بعض ده هدف علي معلول ملك الحلول. وبعد كده بقى الفرص اللي ضاعت، لكن مارسيل كولر في المؤتمر حط ايده على عدد من الاخطاء، والراجل الحقيقه كان صريح بما يكفي نشوفه. كان ماتش صعب. احنا لعبنا كويس جدا اول ربع ساعه لغايه ما جبنا الجون. وبعدين بقينا نعمل اخطاء كتير جدا، اخطاء في التمرير، اخطاء صغيره كتير، واحنا اللي صعبنا الماتش على نفسنا وعملنا المشاكل لنفسنا. Vorne unsere Möglichkeiten nicht genutzt haben und hinten dann halt immer wieder mal Gefahr entstehen kann, dass dann vielleicht trotz wenig Chancen vom Gegner passieren kann. عملنا مشكلة التركيز دي استمرت بقى معانا لغاية آخر المباراة، كمية أخطاء في التمرير، أخطاء كمان قدام في إنهاء الهجمات، وكمان في النواحي الدفاعية كان في عدم تركيز أحيانا في لقطات سببت هجوم علينا او بعض الخطوره علينا، وقعدتنا لغايه اخر الماتش متوترين بدون داعي. احنا محتاجين نشتغل اكتر من كده الفتره اللي جايه على نقطه التركيز، وان احنا نلعب كره مع بعض احسن من كده،
كان في بعض اللقطات في المباراه او الاوقات في المباراه ما كانتش سيئه قوي، لكن مش دي الكره اللي انا عايزها، وانا عايز اوصل لاعلى من كده بكتير. Das grundsätzlich ist da die Konzentration verantwortlich und dann ist natürlich da jeder Spieler auch für sich verantwortlich, dass er da versucht, das auf den Platz zu kriegen und diesen Fokus hat dann die 90 Minuten lang. ومشكلة التركيز هي المشكلة الأساسية كانت النهاردة، وهي برضه جزء منها كبير مشكلة اللاعب نفسه. كل لاعب المفروض جوه أرض الملعب عليه مسؤولية تجاه فرقته وتجاه نفسه، إن هو يبقى مركز طول وقت المباراة مش أوقات وأوقات. Aber schlussendlich eine 1-0 ist auch ein Sieg und wir freuen uns darüber und das ist natürlich das Wichtigste. في النهاية 1-0 برضه مكسب، وأنا سعيد بالفوز أيا كان، فوز حققناه ونبص للي جاي إن شاء الله. Ich kann nicht in die Köpfe der Spieler schauen. Also meine Aufgabe ist, oder ich bin immer so, dass, dass ich von einem Spiel zum anderen schaue und jetzt nicht schon das Spiel Samalek, das habe ich bei meiner Vertragsunterzeichnung schon gehört und dann, ich habe gesagt, okay, aktuell interessiert mich das nicht, das erste Spiel, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Ich denke immer, بفكر دايما في الماتش اللي قدامي، هو اول ماتش اللي جاي هو اهم ماتش ليا، وانا من يوم ما وقعت العقد كل الناس من ساعة ما وقعت العقد بيكلموني على ماتش الزمالك، فمش عارف كل الناس بتفكر ليه في الماتش اللي بعد اللي بعد الجاي. أنا عمري ما بفكر بالطريقة دي، أنا دايما عندي الماتش اللي جاي هو أهم ماتش أيا كان. Und die Wechsel, also die hat ja nichts mit dem zu tun, sondern es ist, wir haben ein großes Kader und ich wollte und auch mal den einen oder anderen sehen. Und ich glaube, es ist ja gerade gut, wenn man natürlich viel laufen muss oder auch die offensiven Spieler, die viel unterwegs sind, viele Wege machen müssen, dass die dann ab und zu mal eine Pause haben, dass sie dann vielleicht im nächsten Spiel wieder frischer sind. ماتش التغييرات بالنسبه لي ما كانش ليها اي علاقه بماتش السوبر، زي ما قلت لحضرتك انا بفكر دايما ماتش بماتشه، لكن احنا عندنا قائمه كبيره وعندنا لعيبه كتير ولعيبه كبيره كلها، فيستحقوا الفرصه ويستحق ان انا اشوفهم واشوفهم في ارض الملعب في ماتشات غير التدريبات. لكن بالنسبه للجزء الهجومي بالذات، اللعيبه عندنا بيمارسوا جري كتير وبيجروا كتير جدا، فبيبقى كويس ان انا انزل دماء جديده تجدد نشاط الفرقه، واقدر ان احنا نلعب احسن في الناحيه الهجوميه، بالذات الناحيه الهجوميه بحب اغير فيها كتير. Aurelien, der hat also nicht jetzt, weil er vielleicht den einen oder anderen Feldpass gespielt hat, sondern hatte Probleme Hamstrings. بالنسبه لأليو ديانج، هو مش عشان خاطر كم مس باص اللي عمله، ولكن هو حس بشكوى بسيطه في الخلفيه. وانا ما كنتش عايز اعمل اي ريسك ولا مخاطره خالص ان انا اخليه يكمل في الملعب، رغم ان هو كان عايز. الموسم لسه بادئ، لو احنا بنتكلم على تعب وارهاق دلوقتي طبعا ده مش هنتكلم فيه خالص. الموضوع موضوع في العقليه، قدرات ذهنيه. وانا لسه في مرحله ان انا اعرف اللعيبه اكتر، وان انا اتعرف عليهم وعلى امكانياتهم اكتر من كل النواحي. بالنسبة للمشكلة دي أنا سمعت عنها قبل كده، وأنا هتكلم مع لعيبتي وهتكلم معاهم بشكل منفرد، لأن لازم يعرفوا إن ده ما ينفعش خالص. خصوصا لما النتيجة تبقى معلقة 1-0، تفضل قاعد مستني. انت لو مخلص الماتش وجايب اجوان كتير والدنيا، ممكن نتكلم في حاجة زي كده ونقبلها، لكن ده غير مقبول اطلاقا تعليق الماتش بالشكل ده، واحنا مش عايزين ده. شوف، يعني كلام راجل مسؤول وراجل شايف ان التارجت بتاعه في حتة اعلى من اللي بيحصل. يعني الجملة اللي قالها وعجبتني جدا، قال هناك بعض الاوقات الجيدة في المباراة ولكن مش دي اللي بتسعدني. أنا تقييمي إن نقدم أفضل من هذا بكثير، وده أنا بقوله. لم يعني هل كان في الإمكان أفضل من المكان؟ مؤكد. ولكنه أيضا رجع للواقعية، كسبنا الماتش ودي حاجة جيدة في حد ذاتها، لأن أنت عندك هدف استراتيجي من كل مباراة بتحققه من خلال أداء تكتيكي. الهدف الاستراتيجي أنك أنت في صراع القمة تحقق الفوز اللي هو يسمح لك بالاستمرار والمنافسه. قال حاجه مهمه جدا،
قال اللعيبه بقى كل واحد دماغه لازم يكون هو مع نفسه عارف، يعني لان انا مش هعرف يعني افكر بنيابه عنهم، لكن كل واحد عارف يفيد فرقته ازاي ويفضل مركز ازاي عشان ما نوقفش في الموقف المهتز اللي مش على وتيره واحده ده، احيانا اجاده واحيانا يعني اداء سيء او في عشوائيه، لانه ده محفوف بالمخاطر. نتيجه 1-0 انت بتقول لي نتيجه هي بيسموها اسوأ احسن نتيجه، لانها في اي لحظه ممكن تروح منك، وده اللي ضيع الدوري السنه اللي قبل اللي فاتت تحديدا. كل ماتشاتك كنت متقدم فيها، كل الماتشات اللي تعادلت فيها انت كنت متقدم فيها. ده انت ماتش الجون يا راجل هناك 3-1، اتعادل 3-3 في اخر 5 دقائق. فعدم التركيز، اللعيب يفكر انه بيقدم نفسه بمهاره بمهارته الشخصيه، فبيفكر في نفسه اكتر ما يفكر في الفرقه. فالجمهور بعد شويه هيحبك انك لعيب مهاري، لكن بعد كده هيسحب هذا الدعم لانك ما انتش بتلعب مع زمايلك. يتكرر الامر انك تلعب فردي فردي فردي، لا مش هينفع. فلعيب النادي الاهلي بالمسؤوليات اللي عليه يجب ان يكون فكره مختلف. عشان كده فكر مختلف ده تاكيد برضو كولر، قال لك انا مش هقدر ادخل في دماغات اللعيبه عشان اعرف هم بيفكروا بايه ولا مشغولين في ايه، لكن هو في النهايه انت بتتكلم على لاعب محترف عارف اهميه المباراه وعارف ظروف المباراه والتوقيت بتاعها. الحلول الفرديه او الرغبه في تحقيق حاجه للذات على حساب الفريق دي كانت مؤثره على بعض اللعيبه في بعض القرارات. كان ممكن يباصي افضل في لعيبه زمايله في مواقع احسن وعندهم فرص تسجيل احسن تطمع وتشوط، فبالتالي بتضيع الفرصه. كان ممكن في البدايات بالذات بشيء من التركيز اللي الخواجه بيتكلم عليه كنت تحسم بدري بدري، تكسب 2 و3 من بدري. يعني تحديدا هو قال لك احنا يعني صبرنا لغايه لما صعبناها على نفسنا. طبعا تحديدا يعني حسين الشحات انا في رايي عامل ماتش طيب، لكن جات له فرصه كان من الممكن انه يمررها. وقفشه وقفشه نفس الشيء، واحمد عبد القادر نفس الشيء، وبرونو نفس، كل واحد فيهم كوره او اتنين فكر في نفسه مش للفرقه، تصور انه يقدر يجيب جون صعب او حلو او صعب، في حين ان في جون حلو، جون الحلو جون المضمون. طبعا على فكره احلى جون في رايي انا هو جون التقليدي اللي نتيجه العاب منطقيه، جون سهل يجي بطريقه سهله، ده اجمل جون. كانت هذه النزعة الفردية هي اللي سببت فقدان التركيز، سببت هذه الأخطاء. لكن كويس إن الراجل في المحاضرة الفنية بتاعته النهاردة كان صريح جدا مع اللعيبة على كشف كل الأخطاء، اشتغل بالفيديو، بدأ يحط إيده على كل الأخطاء اللي بتحصل في المباريات، وده كويس لتصحيح الأداء ورا بعض على طول. طيب دكتور طه إسماعيل عن مان أوف ذا ماتش، مين رجل المباراة؟ نشوف دكتور طه من هو رجل مباراة اليوم؟ هو دايما انا اختار، طبعا حمدي فتحي اخد الجائزة بتاعت الرابطة في الملعب يستحقها، لكن انا دايما بختار اللاعب اللي بيسجل اهداف الفوز. ان كرة القدم هي اجوال اهداف، فمعلول عمل باصتين ثلاثة اختراقية لزمايله، اسيست جايز ما نجحتش ما نجحوش في التسديدة، لكن سجل ضربة الجزاء، ودي برضو من ضمن الحاجات المهمة ان يبقى اللعيب عنده الامكانية ان هو يسجل اهداف لفريقه، وده الهدف الوحيد. ايوه فيعني انا بفضل اللعيب يعني معلول على اعتبار ان هو سجل هذا الهدف، وفي نفس الوقت عمل برضو اسيستات لزمايله ربما لم تثمر منهم هم، لكن هو يعتبر حقيقة معلول واحد من افضل المحترفين. نعم. اللي جم مصر خلال اخر 10 سنين. نعم يعني محترف، هو الراجل قال المعيار بتاعه، رغم انه في تحليلاته يقول لك التقييم عندي بالنسبه لي مش الكره مش اجوال، لا الكره اداء وتكتيك وفكر وجماعيه وكده، لكن لما يجي يختار بيختار بمعيار اللي كان احد اسباب الفوز بشكل مباشر. لكن هو راي اللجنه اللي بتدي المانحه لجائزه افضل لاعب كان مختلف، لانه الكابتن ابراهيم الاستاذ ابراهيم فايق قال المعيار ايه، بيجيبوا محللين
شغلتهم يشوفوا كل واحد عمل ايه بالارقام، واللي بياخد اعلى رقم هو اللي مان اوف ذا ماتش. الجائزه دي راحت في المباراه دي لحمدي فتحي واظن انه يستحقها. مؤكد انه بذل مجهود كبير. طيب الكابتن وليد صلاح الدين ورؤيته للاداء نشوفه. بص، هو في كذا تحدي بيقابل مستر كولر. للامانه هو الراجل لسه جاي واحنا الموسم لسه في بدايته. فالراجل محتاج وقت انه يتعرف على قدرات لاعبي النادي الاهلي علشان يقدر يثبت فريق. ادي نقطه، ده تحدي صح. فانت هنا طبعا الله يكون في عونه، بس التوقيت هو اللي وحش بالنسبه للنادي الاهلي، لانك داخل على مباراه ببطوله مهمه ومؤثره. لكن احنا لو ما فيش مباراه السوبر الراجل ياخد وقته طالما بتكسب. وطبعا في قاعده معروفه ان انت طالما بتكسب وانت بتحسن وانت بتكسب دي سمه الفرق الكبيره. يعني ما عنديش مشكله ان انا ابقى وحش لكن بكسب. أيوه. وطول ما انا شغال في التدريب بيتحسن طبعا صح. فالنهارده انت مش متاح وقت انه يجرب كل الناس. فبالتالي انت بتدور على التجانس اللي هو اصلا مش موجود في تيم كبير. هو محتاج قد ايه؟ يعني عدد ماتشات قد ايه عشان يقدر يستقر على الرباعي الهجومي؟ حلو السؤال ده، بس عايز اقول التحدي الثاني الاول اللي هو فكره اهدار الفرص. اهدار الفرص ده تحدي بقالنا بقول لك فيه اربع خمس مدربين، اخر اربع خمس مدربين للنادي الاهلي كلهم بيقولوا نفس الكلام في المؤتمر. بنصنع فرص كتير وبنضيع اهداف محققه. أيوه. وده احنا بنشوفه على ارض الواقع النهارده كان باين. لكن النادي الاهلي، هل انت بتشوف، انا بس عايز اجابتك على السؤال اللي هو فكره هو محتاج كم ماتش يا كابتن وليد عشان يقدر يستقر على الرباعي الهجومي الامثل؟ محتاج يعني مش اقل من خمس ست مباريات. خمس ست مباريات وبعدين كده نتكلم ممكن. طبعا لكن بعد ماتشين ثلاثه، حتى احنا بنقول على انضباط الفريق، انضباط الفريق تكتيكيا منضبط، بس على مستوى القرارات الفرديه محتاج الانضباط الفردي بقى. ان القرار يبقى قرار لصالح الفريق. ومؤكد انه كولر طوى صفحه المباراه بتاعه اسوان، دخل بلاعبته من النهارده مع كابتن سيد عبد الحفيظ في مود التركيز الشديد في مباراه السوبر. بعد الفاصل كلام مهم.